السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جبتكم فيديو جديد عن خبر جديد اللي هو عن الألعاب الجديدة اللي راح تنزل. طبعا في عندنا 3 ألعاب أنا حكيت عنها بالفيديوهات الماضية، اللي هو 7 Deadly Sins Origin وسولو ليفلينج وتاور اوف جادز، إنه راح ينزلوا خلال الأشهر القادمة إن شاء الله. في طريقة هلا فيكم أنتم تعملوا بري ريجستر مشان أول ما تنزل اللعبة تكونوا من أول أشخاص اللي بيقدروا يلعبوها، اللي هي عن طريق برنامج تاب تاب. طبعا برنامج تاب تاب اللي ما بيعرفه هو برنامج بتنزله على موبايلك اذا كان جهازك اندرويد. لحد الان ما لقيت طريقه عن طريق الاجهزه البي سي والبلاي ستيشن والاكس بوكس والايفون، بقى هي الطريقه فقط لاجهزه الاندرويد مشان يكون عندكم معلومه. بتنزل برنامج التاب تاب، تفتحه، بعدين بتلاقي الالعاب. اول شيء فورا لك نت ماربل together with press 1 2 3، 3 ألعاب موجودين مع بعض، اللي هو 7 Deadly Sins, Solo Leveling و Tower of Gods. بتعمل عليهم pre-register مشان تقدر أول ما تنزل لعبة تكون من الأشخاص الأوائل اللي بيلعبوها للعبة. طبعا نعمل هيك، بيقول لك حط إيميلك، بتحط إيميلك بيمشي الحال. طبعا نفس الشيء بالنسبة لأنه أنا ما عامل ريجستر، بعمل ريجستر، ونفس الشيء سولو ليفلينج. مشكلة مو كاتبين معلومات انه امتى راح تنزل اللعبة، بس حاطين صور. شوف لما فوت على مور مو كاتبين شيء. ونفس الشيء بالاخير على لعبة تاور اوف جادز، بتفوت بتعمل بري ريجستر وبتقدر تلعبها، او تقدر على الأقل تعمل ريجستر عشان أول ما تنزل تعرف، تكون من أول الأشخاص اللي عرفانين بهذا الأمر. بهي الشغلة بس حبيت لكم عليها على السريع، إنه أنت من عن طريق تاب تاب تقدر تعمل ريجستر لـ3 ألعاب وبعدين بتنزلهم. أكيد هن راح يكونوا موجودين، بس هسه ما بنعرف نحن راح يكونوا موجودين بالجلوبال، بالصينية، بالكورية، باليابانية، لسه ما بنعرف. فنحن بنعمل على تاب تاب عشان أول ما ينزلوا، بس هن حاطينهم يعني بالأجنبي، وهذا شيء فيكم تقولوا جيد. ليش؟ لأنه ممكن ساعتها ينزل بالجلوبال فورا، لأنه لو كان بالصيني معناها ممكن لا يتأخروا. هلا بنعرف ممكن ما ينزلوهم هلا، ما بنعرف. بقى هدول الألعاب مثل ما قلت لكم ما بنعرف لحد الآن إمتى راح ينزلوا. هذا السؤال كثير ناس سألني، لسه ما بنعرف، ما حكوا شيء. وأول ما نعرف فورا أنا راح أعمل فيديو أقول لكم شلون بتنزلوها على الايفون وعلى الاندرويد اذا عندنا معلومات، وهل هي فقط على الجلوبال وعلى اليابانيه بنفس الوقت وعلى الكوريه، ولا لا الكوريه اول شيء بعدين الجلوبال بعد كم شهر، ما بنعرف لسه. بس وفي ملاحظه، سوري كثير 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 منكم، انا وعدتكم اليوم اني اعمل بث، بس للاسف اعتقد اليوم ما راح اقدر اعمل بث لانه صارت الساعه 8 وانا بكره دوامي 8، وانا لسه هلا جاييني بعد شوي فني انترنت، لانه الانترنت عندي جدا سيء، عم ياخذ معي كثير وقت لحتى اقدر اعمل فيديو ولحتى العب حتى. فعشان هيك عم جيب فني يصلح لي النت، وهلا اجا وبعدين راح مره ثانيه، وهلا راح يرجع مره ثانيه مشان يركب لي كيابل ويظبط لي النت عندي. بقى مشان هيك اليوم بعتذر منكم ما راح اقدر اعمل بث. ان شاء الله يا بعمله بكره يا بعمله بعد بكره. هلا بعد بكره يوم الاثنين 90% راح اعمل بث، يا ما بعمله على 7 Deadly Sins اذا ما عملته بكره او اليوم بالليل، او بخلي يوم الاثنين بعمل عن 7 Deadly Sins بنحكي فيه على التور وبنفرم فيه الطير وبنفرم فيه كل شيء، ويوم الثلاثاء ممكن اعمل واحد عشان نفرم فيه الطير الجديد. بقى بس هون بنكون وصلنا لهذا الفيديو اليوم، اجتكم استمتعتوا فيه، استمتعتوا في لايك الفيديو، وشكرا على كل جديد مني، وشكرا على خير فيديوهات ثانيه. مع السلامه.